ما باغي لا ضر لا مين ضر، انا راه باغي ناخذ دابا من المراه ديال. شكون هو اللي بغات تاخذي المراه ديالو؟ شي بوبي هذا شي كليب كنت توضحي لينا ياك. مرضيه انت؟ الحمد لله. علاش باغا تاخذي؟ هو عايش مسكين الحياه معاه واد معاك انت زعما غيعيش الحياه، شنو غتعطيه اضافه زعما؟ شنو الاضافه اللي غدير في هذا الراجل هذا زعما انت؟ اللي ما عنده المشاكل ديما المشاكل 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 المشاكل، والاضافه راه انت هي سبب المشاكل خالتي. خالتي انت باينه هي سبب المشاكل، انت كتحرضيه دابا بحال هاد المهمات هادو او هاد المهمات. شنو كيديروا؟ كيبقاو يشدوا الفلوس ويصرفوا على الشباب الضائع، كيبغوا يخرجوهم الطريق حذاري حذاري ثم حذاري. طلعت لي هنا بقى فيك معلوم يبقى فيا باغا ديري فيه الخير. معلوم ديري الخير في راسك، بعدا ديري الخير في راسك انت. وكنتي ديري الخير ديري في راسك، وراك شحال هادي وانت بجوجه وسادره راسك، وشحال هادي وانت بخير وعايشه في حياه زوجيه، كاع ما تبقايش على هاد اللاج هذا وتحيدي الراجل لمرتو بلا حشمه بلا حياه. حشومه هو كيبغوك انت كتبغيه. نفترض هذا الراجل اللي كدق عليه دابا باش انك تاخذيه، واحد النهار جات واحد السيده بغات تاخذه. كاين قال لي غتاخذه مني انايا، كاين قال لي غتاخذه الا الموت. علاش سولي طرحي عليه السؤال من تما؟ السيده ما تاخذه منه حتى واحد. علاش؟ انا نقول لكم علاش، حيت هي اللي خدامه عليه، هي اللي كتصرف عليه، هي اللي مسكنه، هي اللي مخرجه، هي اللي كاسيه، هي اللي مصبطه، هي اللي مكله. يعني ما يقدرش بوبي خصو يبقى لاصق فيها دابا، ما يقدرش يعيش بلا بها. عيش يا بوبي عيش. السر لدرجه انه غيخلي مراته باش يتزوج، هذا هو السر. كتبغوا بعضياتكم؟ الا الله بيني وبينه وبينه الا الله سبحانه وتعالى، هادشي اللي كاين. كتبغوا بعضياتكم؟ معلوم كنبغوا بعضياتنا. معلوم هي كتبغي، ولكن هو ما كيبغيش، هو كيبغى القرمومه، كيبغى العاقه، الاموال الاموال. شكون اللي بحالك الاخ اللي ضاع على شي مهمه تبقى تصرف عليه، توكلوا تسربوا تسكنوا دير لي اي حاجه؟ عرض مزيان مع الشباب عندنا المغربي عاطل على العمل، يعني من كيلقاو هاد الفرصه هادي لا داعي لانك تفرط فيها. يعني بحال هاد المهمه هادي دابا كنز، كنز عنده هو، بحال لقى كنز، لقى كنز اللي معيش وبخير، علاش غيبعد منه؟ علاش؟ علاش؟ وانا نعيش غير الحياه صافي هادشي. ومن تعيشوا الحياه غيجي لكم نيبه، نيبه ما تعيشوش حتى هو. انتوما دابا باغي نعيشوا الحياه، وديك السيده اللي غطلقي منها محشوماش عليك زعما؟ ما عيبش عليك؟ ما حرامش؟ ما فكرتيش لا هي مسكينه كيفاش غتكون، كيفاش غتعيش، كيفاش فكرتي انت تعيشي الحياه؟ انت اصلا راه عشتي حياه، عشتيها واقيله. يعني ما بقاش دابا بقالك دابا عيشي الممات، عيشي الممات، شي حاجه ديال الممات، شي حاجه ديال يعني صافي. يعني ما بقاش عندك الكار مشى، يعني حشومه، حشمي 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 على وجهك. ولكن بحال هذا النوع ما كيحشم سبحان الله. راه اللي كاين الحمد لله. كتبغيه؟ معلوم تنبغيه. نصيحه للاخ بوبي اللي معاها، اخ بوبي نصيحه اخويا، ننصحك النصيحه لوجه الله فابور مجاني هذه النصيحه، انك تبعد من هذه المراه هذه ما لايقاش لك. شوف غير الاسلوب باش كتهضر، وشوف الطريقه باش كتهضر، يعني شوف الجراه اللي عندها وخلاها تطلع في منبر يعني اللي كيشوفوه الناس بزاف، وكتقول بحال هذه الهضره هذه، يعني حشومه وحشومه بزاف، عيب.